اخذ وعد على نفسي ولا المشاهدين والمتابعين اني ما فوت بجدالات ولا احكي عن امور طائفية ودينية لحتى ريح راسي وتريحوا راسكم ولحتى نكون عايشين بتعادل ومحبة بين بعض. بس اللي صدر عن امين سر نادي الحكمة لكرة السلة من بعد مباراة الرياضي والحكمة الشهيرة اللي صارت امبارح شيء مخزي، شيء ما بيخليك تضل ساكت. يعني اخونا قال انه جمهور نادي الرياضي ارتكب مخالفات قانونيه، واهم هيدي المخالفات القانونيه المزعجه هي قراءه سوره الفاتحه. يعني بشو؟ طب هلا هون انت بتجبرنا يعني نحكي ونرد يعني ونحجمك ونعطيك حقك، يعني حقك المظبوط اللي لازم تسمعه. طيب انت عندك مشكله بالفاتحه بينما نص لاعبين الرياضة مسيحية، للأسف عم نحكي هالشيء. طيب ما عندك مشكلة أو مش مخالف للقانون لما لاعبين الحكمة يفوتوا وجمهوركم يرشوا عليهم مي مصلية، أو حتى لما كمان اللاعبين يفوتوا على أرض الملعب ويصلبوا حتى الجمهور يصير كمان الحكمة ويصير يعطي كمان أحاديث دينية أو إلى ما آخره. بس يا عيب الشوم، يا عيب الشوم، يعني انتو يلي بموقع المسؤوليه عم يطلع منكم هيك شعارات وهيك تبريرات مخزيه للاسف، على تبريرا للامور اللي عم بتصير. يعني فيك تبرر بامور تانية، يعني بقبلها منك، واي شخص من الرياضه بيقبلها منك انه والله الرياضه اعتدوا علينا، الرياضه كسرونا دعوسونا، هذا شيء مش مقبول ونحن كمان بنرفضه. بس انك يعني لتطلع من مشكله بتحط مشكله اكبر، صراحة عيب، وصراحة بعمره ما بيصير في بلد بظل وجود هيك نفسيات وسخة. لكن تفه